الدولار هيوصل ل100 جنيه. أيوة أنت سمعت صح، الدولار هيبقى ب100 جنيه. ده اللي اتقال خلال الساعات الأخيرة بخصوص خفض الجنيه. مش بس كده، ده كمان أكبر المؤسسات الدولية توقعت حدوث خفض لقيمة الجنيه قريب قوي. فيا ترى إزاي الدولار هيوصل للرقم ده، والخفض الجديد هيكون إمتى، ويا ترى المؤسسة دي قالت إيه عن مصير الجنيه؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده، فتابعوا للنهاية. الكلام عن التعويم بيزيد كل يوم عن اللي قبله، وده بيقلق الناس اكتر واكتر، خصوصا ان التقارير زادت من المؤسسات الدوليه وخبراء الاقتصاد عن تحرير سعر الصرف قريب قوي، اللي كان اخرها تصريح واحد من اكبر خبراء الاقتصاد اللي توقع حدوث خفض جديد للجنيه. لكن يا ترى قال ايه؟ شوف يا سيدي، حسب تصريحات وائل النحاس الخبير الاقتصادي لمصراوي اللي توقع خفض جديد لقيمه الجنيه خلال الفتره المقبله، وسعر الدولار هيوصل ما بين 44 ل 46 جنيه، وقال ان اي خفض للجنيه يوصل بسعر الدولار لأقل من كده مش هيكون له جدوى في ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء. ده غير ان اللي معاهم دولار حاليا مش هيقبلوا بسعر اقل من 44 جنيه لبيع العملة في البنوك او الصرافات، علشان طبعا يغطوا تكلفة اكتنازه خلال الفترة اللي فاتت، وده علشان يقدروا يحققوا عائد منه. توقع كمان ان الدولة هتتجه لخفض سعر الجنيه خلال فترة الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراءها قبل نهاية العام الجاري، وده لان كل تأخير في قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل النقد الأجنبي هيؤدي لزيادة الأزمة، علشان كده لازم ناخد قرار تحرير سعر الصرف في أسرع وقت. بس قال إن ده علشان يحصل لازم الحكومة إنها تهيئ السوق لقبول الوضع الجديد وتحديد الاحتياجات الضرورية والعمل على تحقيق استقرار للأسواق لأكبر فترة ممكنة. قال إن الحكومة قبل قرار تحرير سعر الصرف محتاجة تحدد كل احتياجات السوق من السلع وعودة شركات الصرافة للعمل والوصول لحل يسمح بتحقيق مكسب للشركات دي، علشان يشتغلوا في النور بهدف ضبط منظومة سعر الصرف. المفاجأة بقى ان هو توقع وصول سعر الدولار ل100 جنيه سنة 2026، ده بسبب ارتفاع الالتزامات المحلية والخارجية على الاقتصاد المصري بحسب توقعات بعض المؤسسات الدولية. ده بيجي بعد توقعات شركة فيتش سوليوشن من خلال تقرير اصدرته من ساعات اللي توقعت فيه تراجع سعر صرف الجنيه بقيمة 18.6% مقابل الدولار لنهاية العام الجاري، علشان يقرب من سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية في السوق الموازي. لكن ده يتوقف على قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي. الشركة توقعت كمان ارتفاع سعر الدولار ل 38 جنيه بنهاية العام الجاري في البنوك، وقالت ان ده هيحصل في سبتمبر او اكتوبر لما تجمع السلطات مبلغ كافي من رأس المال الأجنبي، علشان تقول ان ده هيكون آخر خفض للعملة. لكنها ما استبعدتش احتمالية تأجيل خفض العملة بعد الانتخابات الرئاسية في عام 24. قالت كمان ان صفقات من بيع الأصول بجانب الصفقات الكبيرة المحتملة زي بيع محطة كهرباء بني سويف ب 2 مليار دولار والمصرف المتحد ب 600 مليون دولار هتسمح للسلطات في تخفيض قيمة العملة بشكل أكبر الفترة اللي جاية. دلوقتي بقى قول لنا، شايف إن الحكومة هتعوم الجنيه الشهر ده ولا لأ؟